باش اسم نيجيريا. دونك عندنا نيجيريا من القبعة الأولى، ها هو نحطوه هنايا وغنهزو. شكون معاه غتلعب نيجيريا؟ نيجيريا غادي تخرج عند هذا المنتخب في مباراة الذهب، وغتستقبل هذا المنتخب اللي غنهزو في مباراة الإياب. شكون هو المنتخب اللي طاح في نيجيريا؟ شكون هو المنتخب اللي طاح في نيجيريا؟ غانا. سعداتك يا نيجيريا. نيجيريا غتواجه غانا. السنغال، السنغال غتواجه ما يصر. يا اللي بقات. انا اسف يا كريم يا هنداوي يا صديقي، وضع حظك لا طاحت القرعه غد بكره هنداوي يضربني بالشبشب. مصر. طبيعة الحال غادي نفرح، طبيعة الحال اكون سعيد. انتهت قبل يعني ساعات تقريبا قرعه ديال قرعة منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. البارح كنا درنا قرعة تجريبية، والقرعة التجريبية ديالنا البارح عطات جوج المواجهات اللي جبناهم صحيحة، اللي هما السنغال مصر، وكانت نيجيريا غانا. وباقي التوقعات كنت حطيت المغرب مع مع الكاميرون، والجزائر كانت جاتها مواجهة سهلة، مواجهة الكونغو إلى آخره. القرعة الحقيقية اليوم يا إخواني، القرعة الحقيقية اليوم دارت قرعة نارية لبعض المنتخبات العربية، وسهلة للبعض، سهلة لتونس والمغرب، وصعبة نوعا ما للجزائر، وصعبة وقاسية لمنتخب مصر الشقيق. وبالتالي قرعة على الشكل التالي: السنغال في مواجهة مصر، المغرب في مواجهة الكونغو، تونس في مواجهة مالي. تونس كانت مع مالي في المجموعات ديال كأس أفريقيا 2019، وكاينة معاها حاليا، كانت معاها في المجموعات ديال 2022 في الكاميرون، وجات معها عاوتاني في التصفيات ديال كأس العالم. دونك تونس ومالي، وعندنا نيجيريا وغانا والجزائر والكاميرون. الجزائر والكاميرون غنهضروا على كل مباراة على حدة يعني بسرعة. بالنسبة لمنتخب السنغال ومصر، مباراة صعبة جدا، سنفتقد فيها في كأس العالم إما محمد صلاح أو ساديو ماني، يعني واحد من هما كيلعبوا بجوج فريق واحد اللي هو فريق ليفربول الإنجليزي، واحد من الاثنين ما راحش يكون. مباراة غادي تكون صعبة للمنتخب المصري. بتلوموني ليه، بتلوموني ليه، لو شفتم عينيه حلوين قد ايه. الله عليك يا مصر. يعني مباراة صعبة للمنتخب المصري حقيقة، يعني وضعته القرعة في مباراة صعبة، صعبة جدا. المنتخب المصري قادر على المرور من هذه المباراة، لأن مباريات ماشي ديال بطولات مجمعة، ولكن الامتياز للمنتخب السنغالي هو أن المنتخب السنغالي غيستقبل في مباراة الإياب. إذا المباراة الأولى ستكون في القاهرة، منتخب مصر مطالب بتحقيق نتيجة عارضة على منتخب السنغال، على الأقل فوز بهدفين للصفر أو 3 أهداف في القاهرة، للعب مباراة الإياب في داكار في السنغال بأريحية كبيرة. والصعب، صعب جدا أن منتخب المصري يحقق نتيجة كبيرة في القاهرة، هي ماشي مستحيلة، لكن تبقى كل الأمور ممكنة. هي منتخب مباراة تأهل المنتخب مصر، هي المباراة الأولى التي ستلعب في القاهرة، وبالتالي استفاد فريق السنغال من كونه يوجد يعني في قبعة واحد، في تصنيف واحد، وكلهم أصحاب تصنيف واحد سوف يستقبلون مباراة الإياب في أراضيهم، عكس الفرق الأخرى اللي في التصنيف الثاني. المباراة الثانية يا إخواني، المغرب الكونغو. المغرب الكونغو غنخليها آخر مباراة غادي نهضر عليها. مباراة الجزائر والكاميرون، مباراة قوية ومباراة تأرية، فيها تأر للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائر الذي أقصي في هذه النسخة المقامة حاليا بالكاميرون، أقصي بالكاميرون، أقصي بالملاعب السيئة للكاميرون، بالمناخ، بالطقس الكاميرون. دونك يعني هناك حساسية للمنتخب الجزائري ضد الكاميرون. هذه فرصة ومناسبة للانتقام للمنتخب الجزائري باش يقصي المنتخب الكاميروني ويتأهل على حسابه لكأس العالم، ويكون هنا رد صاع بالصاعين. كنظن بأن منتخب جزائري قادر على انه يتاهل، لان كما قلت مباريات الالي والروتور ماشي هي مباراه خروج المغلوب في بطوله مجمعه في ملاعب رديئه المستوى مثل ملاعب الكاميرون اللي كنشوفو. دونك الجزائر غادي يكون عنده مباراه الذهاب في الكاميرون، وغيكون احسن ملعب في الكاميرون هو اللي غيستقبل المباراه. الجزائر مطالبه فقط
بتعادل تحقيق انتصار او تعادل من الكاميرون، او لا قدر الله هزيمه صغيره 1-0 او 2-1، او يسجل على الاقل هدف في الكاميرون. ومباراه الاياب تكون في الجزائر، انتصار ساحق يكون ان شاء الله للمنتخب الجزائري الشقيق، ينتصر بهدفين او 3 اهداف، المهم يضمن التاهل ديالو لكاس العالم وياخذ البطاقه، بطاقه في متناول المنتخب الجزائري، اعطيه 60% للمنتخب الجزائري و 40% للمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني اللي اكيد التواجد ديالو في هذه النسخه غادي يعطيه ثقه اكبر، لكن المنتخب الجزائري ان شاء الله كما قلت فهو قادر على المرور من هذه المباراه دي والتاهل ان شاء الله لكاس العالم. كذلك المواجهه الاخرى مواجهه سهله اللي هي نيجيريا وغانا، توقعتها غانا متذيله الترتيب في مجموعه المنتخب المغربي، توقعتها في القرعه التجريبيه وجبتها صحيحه. دونك غانا ونيجيريا، المباراه الاولى ستجرى بغانا والمباراه الاياب ستجرى بنيجيريا. بدون شك ارشح غانا نيجيريا للمرور، غانا سوف تقصى، نيجيريا بكل تاكيد سوف تتاهل اللهم اذا كانت هناك مفاجاه. منتخب تونسي ضد المنتخب المالي، منتخب تونسي ضد المنتخب المالي، كذلك منتخب تونسي عنده الامكانيات وقادر انه يفوز على على منتخب مالي في مباراه الذهاب واياب، لا سيما ان مباراه الذهاب غادي تلعب في مالي ومباراه الاياب غادي تلعب في تونس، وكنعرفوا تونس لما كتستقبل في ملعبها المنتخبات الافريقيه فهي قادره على الانتصار بحصص كبيره، لذلك ارشح تونس للمرور من هذه المباراه. هذه المباراه الاخيره هي اللي غادي تجمع المنتخب المغربي بالمنتخب الكونغو الديمقراطيه، منتخب الكونغو الديمقراطيه مع احترامي لهذا المنتخب، اولا هو ما قدرش يتاهل حتى تصفيات كاس العالم، كاس افريقيا اللي كتلعب حاليا يعني نهائيات كاس افريقيا ما قدرش يتاهل ليها، ويعني ما مشاركش معنا في هذه النسخه هذه، دونك هذه وحده. ثاني حاجه منتخب كونغو الديمقراطيه مقارنه بالاسماء المنتخب الوطني المغربي ضعيف وضعيف جدا، مقارنه بالخبره ديال المنتخب المغربي في كاس العالم ولا مره تاهل منتخب كونغو الى كاس العالم، منتخب مغربي متاهل 5 مرات متعود على المشاركه في كاس العالم، وبالنسبه لي منتخب مغربي يعول على كاس العالم اكثر من كاس افريقيا المقامه حاليا في الكاميرون، بالتالي كل العوامل في صالح المنتخب المغربي، خاصه ان المغرب سيلعب مباراه الذهاب في الكونغو والاياب في كازابلانكا ان شاء الله، وبالتالي ارشح المغرب بقوه للعبور من هذه المباراه كيفما كانت النتيجه، المغرب سيعبر، عندي الشك ان المغرب سوف يعبر الى النهائي. اذا ترشيحات السنغال ومصر يعني بالعاطفه اتمناها لمصر، بالمنطق اتوقع السنغال. المغرب الكونغو، المغرب بدون شك كل العالم سوف يرشح المغرب، حتى اعداء المغرب نفسهم سوف يرشحون المغرب للمرور في هذه المباراه. هذه تونس مالي بقوة أرشح تونس إن شاء الله للمرور، نيجيريا غانا بدون شك نيجيريا سوف تتأهل لكأس العالم على حساب غانا، الجزائر مصر مباراة كما قلت 60% للجزائر 40% للكاميرون، ورشح المنتخب الجزائري الشقيق للمرور إلى كأس العالم، بالتالي إن شاء الله سوف نرى الجزائر نيجيريا تونس المغرب، هاد 4 المنتخبات غيكونوا في كأس العالم، يبقى علامة الاستفهام منتخب مصر هل قادر على الإطاحة بمنتخب السنغال القوي، هذا ما سنراه في قادم المباريات ان شاء الله اللي سوف تجرى قريبا في شهر مارس ان شاء الله. كان هذا هو رد فعلي على القرعه، وبالنسبه للمغرب انا سعيد جدا بهذه القرعه هذه، ورانا صافا صافا ما عدناش وما خسناش يا حلو لي زيد صافا صافا رانا ديما نقولوا لاباس. اذا خبر زوين المغاربه، البارح انا حطيتكم في القرعه التجريبيه مع الكاميرون. الحمد لله انا التوقعات ديالي ما صدقاتش بالنسبه للمغرب، مواجهه سهله جدا، ويا عمي كبده جهز لي ساندويتش يعني الكاميرون، جيب لي الكونغو، جيب لي الكونغو ان شاء الله ساندويتش وحط فوق منها شطه، وان شاء الله لكاس العالم رحنا جايين يا قطر 2022، انا اكد لكم منذ الان المغرب في كاس العالم 2022 ان شاء الله، تحياتي وتبارك الله عليكم، تلقاو فيديو قادم ان شاء الله.